بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، تمر بلادنا حفظها الله عز وجل من كل سوء في جو محتقن، حشد وحشد مضاد، حملة تمرد وحملة تجرد، وهناك من يشعل نار الفتنة ويؤججها ويريد للبلد أن تدخل في مستنقع الفوضى، وهناك من يحرص على الدم من الطرفين، فهناك ظرف يرى أن الدم هو وقود يوم الثلاثين من يونيو، والطرف الآخر يرى أن الدم دفاعا عن الشرعية، ووجدنا هذا الطرف ينزل أحاديث في غير منازلها وعلى غير ما جاءت به، وهناك من وضع تكفيرا ونفاقا بين يدي حديثه، وهناك أيضا من حرض على المواجهة وعلى العنف
بكل وسيلة وقعت تحت يدي. وهذا خطأ عظيم، ولذلك لا بد من توضيح رؤية الدعوة السلفية وما تراه في هذا الموقف المحتقن الذي نسأل الله عز وجل أن يسلم مصر وأهلها منه. أولا، إن المسلم يعلم جيدا حرمة المسلم، ويعلم جيدا ما ورد في أمر الدماء، ويعلم جيدا أنه يجب عليه أن يسعى في حقن الدماء جهده كله، فإن الله عز وجل قد عظم الدم فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أي ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إذا وقع خطأ. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال المؤمن مستعفا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ومعنى بلح أي وقع في الهلاك بارتكابه ما حرم الله تعالى من سفك الدم الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه أي في سعة، ما لم يصب دما حراما. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم عما يحدث يوم القيامة بين القاتل والمقتول، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: يجيء المقتول يوم القيامة، يجيء المقتول يوم القيامة وهو آخذ برأس قاتله، وهو آخذ بقاتله وآخذ برأسه في يده الأخرى. ثم يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ثم يجيء آخر فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول: فإنها لي. فؤ بإثمه فيهوي في النار 70 خريفا. نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالكعبة قال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك ماله ودمه، وأن يظن به خيرا. فانظر إلى حرمة المؤمن عند الله عز وجل،
أعظم حرمة من الكعبة كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا من المشركين قال لا إله إلا الله. لما رفع أسامة عليه السيف قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال لا خوفا من السيف. قال أفشققت عن قلبي؟ أفلا شققت عن قلبي؟ ثم قال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذه الأدلة من الكتاب والسنة تجعل المؤمن حريصا خائفا من ربه عز وجل أن يقترب من دم معصوم، أن يقترب من دم معصوم يسأل عنه أمام الله عز وجل. يقول الله تعالى والذين لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، والقصاص أي القول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يجعل المؤمن حريصا بعيدا كل البعد عن أن يسفك دما حراما حرمه الله عز وجل. إذن فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على مسلم بغير حق، ولا يجوز للإنسان أن يمشي خطوات في قتال فتنة لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، ولا يمكن أبدا أن يروج لذلك باستخدام الدين، كما نرى من البعض يصور القضية على أنها بين معسكر إسلامي وبين معسكر غير إسلامي. دعوا الدين جانبا، دعوا الدين جانبا لئلا يظن الناس أنكم تتاجرون بالدين أو أنكم تستخدمون الدين لأغراض خاصة أو سياسية أو غير ذلك، بل دعوا الدين جانبا. والأمر ليس بهذه الصورة، إنما الأمر كما سنوضحه. وجدنا البعض أراد أن يوصف هذا الحدث بأنه قتال مشروع، وأنه قتال للخارجين على ولي الأمر الشرعي، ونزلوا أحاديث على غير منازلها، كقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. فينزل هذا الحديث على الذين يريدون أن يخرجوا في المظاهرات ويقول إنهم يريدون الخروج على ولي الأمر الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا. والجواب: هذا تنزيل للحديث على غير منازله، فإن هذا الحديث إنما ينزل على الخليفة
الذي صلاحياته صلاحيات خليفة، فإذا كان خليفة يحكم المسلمين وأراد الطائفة أن تخرج عليه خروجا مسلحة، فعند ذلك يجب على المسلمين أن يقفوا بجوار الخليفة وأن يقاتلوا هؤلاء الخارجين. لكن في حالتنا هذه رئيس الجمهورية صلاحيته صلاحيات رئيس جمهورية وليست صلاحيات خليفة، فصلاحيات رئيس الجمهورية في الدولة الدستورية الحديثة تختلف تماما عن صلاحيات الخليفة. كيف هذا؟ الخليفة في دولة الإسلام يحكم مدى الحياة ولا يعزل نفسه إلا في حالات، عند من يجوز هذا؟ عند من يجوز له أن يعزل نفسه؟ إذا كانت هناك فتنة وسوف تراق دماء، أو أنه وجد في نفسه أنه لن يستطيع أن يقوم بأعباء الخليفة. في الدستور الرئيس له أن يحكم لمدتين فقط، ولا يجوز له أن يترشح للثالثة. إذن شرط غير موجود في صلاحيات الخليفة ليس موجودا في صلاحيات الرئيس لدولة دستورية حديثة. أيضا الخليفة أزمة الأمور بيده، يعزل هذا ويولي هذا ويحكم بكذا وكذا ويأمر بكذا. الخليفة بيده أزمة الأمور، كما قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. كما رأينا في الدولة الإسلامية كيف كان الخلفاء يحكمون الناس. أما في الدستور، في الدستور الذي هو عقد اجتماعي، فإن سلطات الرئيس قد تناقصت في الدستور إلى درجة 60% لصالح رئيس الوزراء ولصالح البرلمان، بل رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يأخذ قرار الحرب بمفرده، لابد من مراجعة البرلمان ومجلس الدفاع الوطني. الرئيس له أن يعقد المعاهدات، ولكن لا يكون التصديق عليها نهائيا إلا بعد موافقة البرلمان. الرئيس والسلطة التنفيذية لها أن تعد المشاريع القانونية، ولكن لا يوافق عليها إلا بعد مناقشة البرلمان. إذن فليست صلاحياته بصلاحيات الخليفة. كذلك مبدأ الفصل بين السلطات، الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذه السلطة لا تتدخل في هذه السلطة ولا هذه السلطة تتدخل في هذه السلطة. إذن فصلاحياته ليست بصلاحيات خليفة، وإنما صلاحياته هي صلاحيات رئيس جمهورية لدولة دستورية حديثة. والدولة الدستورية هذه كما ذكرنا الدستور عقد اجتماعي، فعند ذلك يجب على الرئيس أن يوفي به. كذلك أيضا الدستور ينص على التظاهر السلمي، وعلى أنه لا مانع من التظاهر السلمي، أي إنسان يخرج للتظاهر السلمي لا مانع، دون أن يخرب أو يقتل أو يحرق أو غير ذلك، التظاهر السلمي. إذن فالتظاهر السلمي لا يسمى خروجا بنص الدستور، إنما الخروج على الحجم والخروج المسلح. أما خروج لتظاهر سلمي
إما اعتراضا، إما لأنه يشعر بمظلمة أو غير ذلك، فهذا يبيح ويجيز الدستور. إذن تنزيل الحديث فقد نزل على غير منازله. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجتمعكم فاقتلوه كمن من كان، ليس على هذه المظاهرات، إنما هذه المظاهرات يجيزها الدستور إذا كانت في الإطار السلمي. فإذا كان في يوم 30/6 أو غير ذلك سيخرج المتظاهرون ويريدون أن يعترضوا على كذا، أو لهم مطالب كذا أو كذا أو كذا، هذا أمر يجيزه الدستور، لكن بعيدا عن العنف وبعيدا عن التخريب وغير ذلك. ثم وجدنا كذلك أيضا من ينطق بكلمات التكفير وكلمات النفاق، وكأن الصورة معركة بين الإسلام وبين الكفر، بين معسكر إسلامي ومعسكر غير إسلامي. هذا خطر كبير جدا، خطر كبير جدا جدا أن نقسم المجتمع، خطر كبير جدا جدا أن نفقد الناس، خطر كبير جدا جدا أن نتعامل مع الناس بهذه اللهجة. فالكل محل دعوة، وكثير ممن يرفع شعارات العلمانية والليبرالية هم جهال، جهال بأمر الدين وأمر الشريعة، فهم محل دعوة لنا، ندعوهم إلى الله عز وجل. ثم كما نفهم فرق بين إطلاق الكفر على العموم وفرق بين إطلاق الكفر على التعيين. فرق من أن نقول من فعل كذا فقد كفر، وفرق بين أن أقول أنت كافر بعينك، ومن قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما. هذا خطر من الناحية الأولى. الخطر الثاني، الخطر أن هذا باب إلى العنف، وباب إلى رجوع العنف مرة أخرى، كما كنا نسمع في أوائل التسعينيات، واستخدام العنف في تغيير المنكر والتفكيرات والاختيالات. هذه اللغة ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء والفوضى في البلد. هذه اللغة يتكلم بها البعض، لا سيما من كان فكره كذلك من قبل وزعم أنه تراجع وأنه ترك هذا الفكر عندما تحدث بهذه الصورة، هذا فكره القديم. فهذا خطر عظيم وكبير وشديد جدا، إن أنك تقدم لغة الكفر تمهيدا وتبريرا لما ستفعله، كما نرى من بعض الجماعات الضالة الذين ينتهكون منهج العنف والقتل، يقدم كفر التكفير تبريرا عندما يضرب مسلما يضربه ويقتله، يقول هذا كافر، أيعطي المبرر لنفسه حتى يستطيع أن يقتله وأن يسفك دمه يكفره. فهذا باب خطير جدا جدا، نعوذ بالله منه. وبالتالي فالأمر ليس بهذه الصورة، وليس الأمر باستخدام الشعارات إسلامية إسلامية، ولا الشعب يريد تطبيق شرع الله ولا غير ذلك. القضية ليست كذلك، هم قوم يريدون أن يخرجوا في مظاهرات اعتراضا على أمر ما أو غير ذلك. فماذا نفعل؟ هل نجيش؟ هل الحشد المضاد؟ هل هذه اللغة تستخدم في ذلك الوقت؟ والدم، الدم هو الذي يشعل وقود المظاهرات، وقد يؤدي ذلك إلى ثورة، عند ذلك يخرج الناس ويخرج الناس. إنما نترك هذه اللغة، نترك هذه اللغة والتهدئة
ونترك هذه الأمور كما هي ستمر إن شاء الله تعالى، ستمر بلا شيء كأي يوم آخر. ثالثا، ليس معنى أن الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية له صلاحيات رئيس جمهورية أنه يخرج عليه وأنه يسقط بهذه الصورة، لا، إنما يطاع في طاعة الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز إسقاطه لا بثورة عسكرية ولا بغيره، وإنما إن رأى الإنسان ما يكره فليصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينزع يدا من طاعة، وإنما نقول هناك نصيحة، هناك مؤسسات للدولة، هذه المؤسسات إن اكتملت، إن كان هناك انحراف فإنه يعدل ويقوم عن طريق هذه الانحرافات، ولا يمكن أبدا أن يسقط رئيس الجمهورية بهذه الصورة كما يريد الذين يزعمون الديمقراطية ويزعمون الليبرالية وغير ذلك. فالديمقراطية عندهم كصنم العجوة، يعبده بالنهار ثم إذا جاع بالليل أكله. الديمقراطية التي يتكلمون بها ويقولون نبدأ تداول السلطات والانتخاب، أليس هذا الرئيس قد جاء بالانتخاب؟ ألم يجب الآلية التي تتكلمون عليها؟ إذن فلما تريدون إسقاطه بغير الآلية المتفق عليها ديمقراطيا كما تتكلمون؟ إنما الذي يريد إسقاط الرئيس فعليه أن ينتظر مدته، له مدة يكملها، له مدة يكملها، والآلية التي جاءت به هي التي تسقطه، آلية الانتخاب. فإن كان لك كيان ولك وجود على الأرض فغيره عن طريق الكيان والوجود على الأرض بهذه الآلية، وإلا ستدخل البلد في فوضى كما سماها الغرب الفوضى الخلاقة، ستدخل البلد في نفق مظلم ولا يمكن أن تستقر البلد. إن خلع الرئيس بهذه الطريقة التي يريدونها لن يجلس رئيس على كرسي هذه البلد. كلما جاء رئيس كرهه قوم أسقطوه، والله لن تقوم البلد قائمة. سيدنا عثمان رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أراد المنافقون وخلعه فلا تخلعه. والقميص هنا هو قميص الخلافة. لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون وخلعه فلا تخلعه. المنافقون كما حدث ورفض سيدنا عثمان كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم لماذا؟ لأن الخلافة عندئذ ستكون لعبة في أيدي الناس. كلما جاء خليفة كرهه فريق من الناس قاموا عليه، فعندئذ لن تستقر البلد أبدا. الرئيس حتى وإن كان ضعيفا فهو رمز البلد، رمز كيان البلد لا شك. أما نعترض على أشياء كثيرة ونعترض كما يعترض الآخرون، لكن إسقاطه بهذه الطريقة ليس حلا، وإنما هذا يدخل البلد في نفق مظلم، وهذا النفق عياذا بالله هو نفق الفوضى. وعند ذلك من المظلوم؟ الشعب. ليست حمل التجارب ولا التمرد، إنما هذا الشعب المسكين، هذا الذي سيفقد أمنه وسيفقد عيشه وسيفقد رزقه.
وترجع الأيام وأذكركم بما الأيام التي كانت أيام الثورة، كيف كان الحال في البيوت، وكيف كان الحال في الشوارع، وكيف كان الحال في أماكن العمل من خوف ورعب وغير ذلك في البيوت. المجرمون سيجدون ذلك مستنقعا خصبا لإجرامهم. يوم 30/6 سترى كل مجموعة من الناس عندهم ثأر عند مجموعة، كل محضر للآخر من الآن بأنواع الأسلحة المختلفة، وستجد الشوارع نهبا وإكراما، وستجد الناس يفقدون أمنهم. أو كل عد من الآن، كل عد من الآن. من الذي سيفضل في كل هذا؟ إنه الشعب المسلم هو الذي سيظلم في هذا. إننا نحتمل المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى، حتى وإن وجدنا مفاسد، حتى وإن وجدنا ضعفا أو سوء إدارة أو أثرة أو غير ذلك، كل هذا يصبر عليه كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فنظرا لما ذكرنا وما هدنا به، فإن الدعوة السلفية ترى أنها لا تشارك في هذه الفعاليات، لا هنا ولا هناك، لأن هذه المشاركة ستؤدي إلى استفزاز وإلى حشد مضاد، وقد يؤدي ذلك إلى سفك وإراقة للدماء، لا سيما وأننا قد رأينا أحداثا في الأسبوع الماضي، والأسبوع الذي قبله، أحداث في منطقة أبو سليمان وفي الفيوم، وكما حدث في حركة المحافظين الجديدة في بعض المحافظات. فانظر إلى الدم الذي أريد، وكيف كان هناك حشد وحشد مضاد. إذن الشعب يقاتل بعضه بعضا، والنتيجة مزيد من إراقة الدم وسفك الدم. إنما كما ذكرنا عباد الله، الأمر يحتاج إلى تهدئة، والأمر يحتاج من أولي الرأي والحكمة أن يسيروا بين الناس، وأن يذكروهم بالله عز وجل، وأن يأمروهم بحقن الدم وعدم سفك الدم وعدم النزول في ذلك اليوم. ومن نزل وله اعتراض سلمي فله ذلك، دون أن يؤدي إلى تخريب أو إلى سفك دماء أو غير ذلك. وكما رأينا في المظاهرات السابقة التي خرج بها المعارضون، ماذا وجدنا؟ وجدناهم يبحثون عن المعارض، يبحثون عن أي أحد، وللأسف يبحثون عن الملتحي، لأن الملتحي هو الذي له السمت الظاهر. والناس لا يفرقون بين السلفيين وبين الإخوان، فيبحثون عن الملتحين ويبحثون ويجرون، فإذا لم يجدوا أحدا مر اليوم كأي يوم. أما إن وجدوا أحدا فسيتحرشون به، وقد يؤدي ذلك لا سيما مع غياب الأمني تام
سبحانه ولن يجد من يقول له ماذا تفعل. إذن فالعقل والشرع والحكمة تقول ترك النزول في ذلك اليوم ولا يكون هناك حشد، والحشد المضاد حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من إراقة الدماء. كذلك أيضا الدعوة السلفية تقول للرئيس وللسلطة التنفيذية لا بد من الحوار مع القوى المجتمعية، مع أنهم الآن يقولون لا حوار، هذه الجبهات وهذه القوى السياسية تقول لا حوار، الحوار هو قبلة النجاة للرئاسة، هكذا يتكلمون لا حوار الآن. كذلك أيضا الرئاسة إن لم تجد حوارا فعند ذلك لا بد من الإصلاح السريع على أرض الواقع، ولا بد من قرارات ناجزة حاضرة فيها إصلاحات كثيرة للمشاكل التي يجدها الناس، المشاكل التي يجدها الناس على أرض الواقع كالسولار والبنزين وغير ذلك. هذه المشاكل يجب أن تحل فورا وأن تكون على رأس الأولويات، وإلا الاحتقان يزداد في الشارع يوما بعد يوم ونخشى من هذا الاحتقان. فلا بد من حل سريع ولا بد من قرارات ناجزة وغير ذلك حتى نخرج من هذه الأزمة التي وقعت فيها البلاد. ثم بعد ذلك إن سلم الله عز وجل ونجى حتى ومن الآن نبحث في الأسباب، ما أسباب هذه الأزمة، ما أسباب هذا الاحتقان، ثم نقف على الجواب، والعاقل هو الذي ينظر في هذه الأسباب فيتجنبها فيما بعد إن كان حريصا على البلاد وعلى العباد. نسأل الله عز وجل أن يسلم مصر وأهلها من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعلها سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ونسترضيك فرضنا، طمن قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسترضيك فرضنا، ونستهديك فاهدنا، ونسترشدك فارشدنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم اكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تزود. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في سوريا وفي كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم عليك بكل ظالم منافق يريد بهذه البلاد شرا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقف عليه، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم إنك على كل
شيء قدير وأنت لكتابتنا جدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.